تأثيرات عديدة أحدثتها جائحة كورونا، من بينها التأثيرات النفسية على الأشخاص سيما الأطفال، ومنهم أيضا من يعانون اضطرابات وأمراض نفسية، فترة عزف في ظلها العديد من هذه الفئة على الذهاب إلى المستشفيات للعلاج خوفا من عدوى كورونا. اللي لاحظناه اللي الأطفال تعبوا وقت الكونفينمون، سورتو الأطفال اللي عندهم توحد، خاطر تبدل نمط الحياة متاعهم، وعنا القلق النفساني اللي باش يجي من تالا الصعوبات الاجتماعية والحالات النفسانية اللي باش تجي الوالدين نتاعهم الأطفال هذوما، خاطر كيف تعرف فما برشا عباد ما عادش يخدموا، فما برشا عباد فما شكون توفي لهم. وتتنوع طرق العلاج للأطفال الذين يعانون أمراضا أو اضطرابات نفسية بصفة عامة حسب طبيعة المرض وحدته، ومن بينها الإحاطة النفسية والعلاج الوظيفي والأدوية إذا ما تطلب الأمر ذلك. علاج وإحاطة نفسية تسعى الأطراف المتدخلة من مسؤولين ومجتمع مدني إلى إجرائها في ظروف صحية ونفسية طيبة، وفي هذا الإطار تم إعادة تهيئة وحدة طب النفس للأطفال بمستشفى الرازي بمنوبة. الإقامة في قسم طب النفسي للأطفال في منوبة تم التكفل به من طرف مؤسسة تونس للتنمية. العملية تكلفت بحوالي 1,100,000 دينار لإعادة تهيئة هذا الجناح بالكامل وتوفير ظروف إقامة طيبة فيه حسب معايير دولية. الإقامة دائمة للأطفال 10 أسرة فيه. الأهم هو التجهيزات الموازية التي تتعلق بالعلاج، بالتكفل النفسي، بالترفيه عن هذه الشريحة. عملنا مسبح يعني للعلاج بالماء، وهي معناها سيونثيرابي مطلوبة جدا في علاج الأطفال. عملنا حديقة كذلك سنكملها بحديقة حيوانات صغيرة. يعني أهميتها كبيرة على خطر احنا ما فماش برشا وحدات كيف هكا في تونس، فما هوني في المستشفى الرازي وفما في قسم الطب النفسي للأطفال في صفاقس. الوقت اللي الصغار يرقدوا باش يعديوا العلاج نتاعهم في المستشفى لازمهم عناية خاصة، طلب وجود برشا فراملة وبرشا أخصائيين نفسانيين، وعلى هذيك احنا نخيروا ما يكونش عندنا طاقة استيعاب قوية ياسر وكبيرة ياسر باش نجموا نتلهاو بالقدي بالصغار هذوما. وتعتبر تهيئة البنية التحتية من بين أبرز العناصر في النهوض بالمنظومة الصحية.